قال ياسين عقتاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتقد أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد أذيبت في الحمد بعد تقطيعها. ده جمال خاشقجي. وأضاف الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن من قتلوا الصحفي السعودي في إسطنبول شوهوا جثته حتى لا يتركوا أثرا. ولم يعثر على جثة خاشقجي حتى الآن، لكن السلطات التركية والسعودية أكدت أنه قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018. وتنفي السعودية تورط الأسرة المالكة في مقتله، وتقول إنها مصممة على كشف كل الحقائق في قضيته. وقال أكتاي لصحيفة حريات التركية أن السبب وراء تقطيع جثة خاشقجي هو الرغبة بإذابة أعضائه بسهولة أكبر، مضيفا ده ياسين أكتاي مستشار أردوغان، مضيفا الآن نرى أنهم لم يقطعوا جسده فقط بل حولوه إلى بخار. ومن ناحية أخرى حذر نعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي من عواقب عدم كشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على سلامة أداء شعائر الحج، معتبرا أن المسلمين إذا شكوا في أمن الحج فلن تبقى صفة خادم الحرمين الشريفين ولن يتم أداء الشعائر بطمأنينة. وقال في كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة أن الكشف عن مكان جثة خاشقجي والجهة التي أعطت الأوامر بقتله هو دين في رقبة المسؤولين السعوديين. وتأتي هذه التصريحات الجديدة لكورتلموش بعد أن كان قد حذر قبل يومين من أن عدم قيام السعودية بكشف ملابسات جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي سيجعلها تصبح وحيدة في المنطقة. وقال كورتلموش أن على ملك السعودية أن يعطي تعليمات وأوامر كي يتم الوصول للحقيقة بسرعة في قضية خاشقجي، وأن السعودية لن تتخلص من هذه الشائبة أبدا إذا لم تقم بكشف الحقيقة كاملة. ده نعمان كورتلموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية. أخرى، نفت سفارة السعودية لدى واشنطن صحة ما ورد في تقارير صحفية بشأن علاقة المملكة بوفاة شقيقتين سعوديتين بالولايات المتحدة. دول الشقيقتين السعوديتين عثروا على جثتيهما جنب النهر. وعبر تويتر نفت المتحدثة باسم السفارة فاطمة باشن إصدار أمر إلى تالا وروتانا فارع بالعودة إلى المملكة بعد تقديمهما طلب اللجوء السياسي لدى الولايات المتحدة وقبيل العثور على جثتيهما في نهر هيدسون بولاية نيويورك. وأكدت باشن أن التقارير الصحفية التي أشارت إلى تلك الأوامر خاطئة تماما وأن التحقيقات في قضية اختفائهما ومقتلهما ما تزال جارية. وأفادت وسائل إعلام بينها CNN أن ساقي كل من الشقيقتين كانتا مربوطتان بشريط لاصق. وأشارت المصادر إلى أن السعوديتين تقدمتا بطلب اللجوء السياسي مؤخرا وأن ذويهما أبلغوا الشرطة بأن مسؤولا في السفارة اتصل هاتفيا في 23 أغسطس وأمر العائلة بالعودة للمملكة. وفي 30 أكتوبر أعلنت قنصلية الرياض بنيويورك تعيين محام لمتابعة المسار القانوني للقضية، لافتة إلى أن الفتاتين كانتا تدرسان في واشنطن. ذكرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 تفاصيل جديدة عن قضية المواطنتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما في نهر هيدسون بمدينة نيويورك الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام أمريكية أن شخصا كان يتجول في حديقة ريفرسايد ظهر الأربعاء الماضي على ضفة النهر
لاحظ تحت أسفل رصيف صغير بارز بالحديقة الكائنة في شارع 68 شيئا بارزا على الضفة، اتضح أنه جثتان، ودي الفتاتان السعوديتان. وتابعت الصحيفة أن الشخص الذي عثر عليهما صار على استدعاء رجال الشرطة على الفور، حيث عثرت سلطات الأمن الأمريكية على جثتي الفتاتين، وكانتا مقيدتين إلى بعضهما البعض بشريط لاصق في منطقتي الخصر والقدمين. وأشارت إلى أن الشرطة واجهت عند بدء التحقيق مشكلة في التعرف على الفتاتين، مما استدعى نشرها بيانا على حسابها الرسمي بتويتر مرفقا بصورة للفتاتين، وناشدت كل من يتعرف عليهما أو يملك أي معلومات عنهما الاتصال بالشرطة. ودي الصورة تم نشرها للفتاتين. وتمكنت الشرطة بعد يوم واحد من التحقيقات من التعرف على هوية الجثتين اللتين تحملان ملامح متشابهة وذات المواصفات المذكورة في مذكرات البحث. وتبين عند التحقيقات أن الجثتين لم تبقيا في الماء فترة طويلة، وكانتا ترتديان ثيابا متشابهة فيما لم يكن على جسديهما علامات تدل على صدمات أو ردود نتيجة الارتطام عند القفز. وده المكان اللي عثروا عليه فيه. وحسب بيانات الشرطة فإن الشقيقتين سعوديتين تعيشان في فيرفاكس بولاية فرجينيا، الأخت الكبرى روتانا فارع 22 سنة والصغرى تالا فارع 16 سنة، وكان لديهما سجل ومذكرات اختفاء، وقد طلبتا مؤخرا اللجوء للولايات المتحدة. لكن بعيدا عن ذلك ظلت ظروف وفاتهما غامضة، إذ كافح المحققون لتجميع كيف وصلت شابتان من مدينة تبعد أكثر من 250 ميلا بطول ضفة نهر هيدسون في منهاتن. وتحقق الشرطة في احتمال اتفاق الشقيقتين على الانتحار وربط نفسيهما معا ثم القفز في النهر، لكن المحققين لم يستبعدوا أن يكون الحادث جريمة قتل. وبينما لم يحدد مكتب الفحص الطبي سبب الوفاة بعد، لم يدعي أحد معرفته بالجثث. من جانبه قال ديرموت في شيا رئيس المباحث في تصريحات خاصة يوم الخميس: لا نعرف أين وقعت الجريمة، لدينا مأساة مروعة بالتأكيد. في البداية رجحت الشرطة أن الفتاتين ربما قفزتا من جسر جورج واشنطن، إذ أن الأشخاص الذين يقفزون من الجسر غالبا ما ينتهي بهم المطاف في ريفرسايد بارك، لكن المحققين قالوا أن جثتي الفتاتين كانتا ستعانيان من علامات الصدمة بعد سقوطهما من هذا الارتفاع، بالإضافة إلى أنه كان عليهما القفز خلال النهار، وفي هذه الحالة كان أي قائد سيارة سيشاهدهما. فيما ذكرت صحيفة عرب نيوز، وهي صحيفة سعودية تصدر بالإنجليزية، أن روتانا فاريا كانت تعيش في نيويورك، بينما ظلت أمها وشقيقتها الصغرى في ولاية فرجينيا. وقالت الصحيفة أن الأم كانت أبلغت بأن تالا مفقودة منذ شهرين، ثم أوقفت جهود البحث عندما اكتشفت أن الفتاة كانت تزور أختها الكبرى. وقالت عرب نيوز أن الشقيقتان كانتا على اتصال مع أمهما قبل نحو أسبوع. وذكرت شرطة نيويورك أن الأم التي لم يكشف عن هويتها أبلغت عن ابنتيها في العام الماضي. وقالت الشرطة أنه عندما رصدت الفتاتان طلبتا الحماية وتم وضعهما في ملجأ. موضوع اللجوء لأمريكا: في وقت سابق من هذا العام كانت روتانا فاريا تعيش في شقة بالطابق الخامس في مجمع فاخر بالقرب من مركز تجاري في فيرفاكس كورنر بولاية فرجينيا، وهو حي ضواحي يقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة من واشنطن وفقا لأقوال وكيل تأجير عقاري هناك، فيما انتقلت السيدة فارع من المكان في تموز يوليو الماضي.
وفي أواخر آب أغسطس الماضي وصل بلاغ لسلطات مقاطعة فيرفاكس بشأن فقدان تالا فاريا مرة أخرى، ومن ثم وزعت السلطات منشورا على الإنترنت يفيد بأن تالا مفقودة، وبحسب المنشور فإنها ربما تكون مع شقيقتها روتانا. وذكرت الشرطة في نيويورك في تشرين الأول أكتوبر الجاري أن شخصا ما أبلغ عن وجود الشقيقتين المفقودتين في فيرجينيا. كما تلقت الأم مكالمة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن لإبلاغها بأن ابنتيها تقدمتا بطلب لجوء. وهنا جريدة عكاظ كاتبة: والدتهما ترفض فرضية الانتحار، ووالدهما يغادر لأمريكا لمتابعة التحقيقات. القنصلية تتابع من قتل تالا وروتانا في منهاتن. كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد عن وصول الأمير السعودي أحمد ابن عبد العزيز فجر الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 للرياض، بعد حصوله على تعهدات أمريكية وأوروبية بعدم التعرض له من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن ابن سلمان بنفسه كان في استقباله. ده الأمير أحمد بن عبد العزيز، وهذه التغريدة بتاعت مجتهد بتاريخ 30 أكتوبر 2018. عاجل: أحمد بن عبد العزيز يصل الرياض قبيل فجر اليوم الثلاثاء ومحمد بن سلمان في استقباله، لكن دون كاميرات ولا بروتوكول. حصل أحمد على تعهدات أمريكية وأوروبية أن ابن سلمان لن يتعرض له. وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف بشكل حصري أن الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي الملك سلمان يفكر في عدم العودة إلى وطنه بعد تصريحات أدلى بها للمحتجين اليمنيين والبحرينيين خارج منزله في لندن في وقت سابق، والتي نأى فيها بنفسه وبقية آل سعود عن أعمال أخيه الملك وابن أخيه ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما قاله مصدر كبير مقرب من الأمير. فبعد أن سمع الأمير بهتافات المتظاهرين التي تنادي بسقوط عائلة آل سعود، التفت إليهم الأمير وسأل: لماذا تقول هذا عن آل سعود؟ ما علاقة عائلة آل سعود بكل هذا؟ هناك بعض الأفراد المسؤولين. وعندما سئل من قبل المتظاهرين عمن هم المسؤولون، أجاب الأمير: الملك وولي العهد وغيرهم في الدولة. وفي غضون ساعات من انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أصدرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس تقريرا عن الأمير أحمد، نقلت فيه قوله أن تفسير كلامه على أنه انتقاد للملك غير دقيق، وأن الأمير أحمد يقول فقط أن العائلة المالكة غير مسؤولة لأنها لا تشغل مواقع في الحكومة. وتشير تصريحات الأمير أحمد للمحتجين اليمنيين حول موقف العائلة المالكة بوضوح إلى الأيام التي كانت فيها القرارات الكبرى مثل قرار شن غارات جوية على اليمن تتم بالتشاور الجماعي مع أعضاء بارزين آخرين في العائلة، ولكن في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد لم يعد هذا هو الحال. ومن الشائع تداوله أن الأمير أحمد كان واحدا من 3 أعضاء في مجلس البيعة عارضوا تعيين ابن سلمان، ولم يعطي الأمير أحمد مبايعته لابن أخيه عندما أصبح وليا للعهد.